روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا أبويا قال لي سيبك منه أه يا ولا هجوزك أحسن منه أه يا ولا أنا قلت لا ده مفيش منه والبامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا احنا بنات هنا وهنا هنا وهنا وبنات الجيزة وربنا او ربنا اجدع عشان ابي يهزينا ده البامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا روحش الغيط ده البامية شوكتني ولا اهلا بحضراتكم، انتم على موعد زي ما شفتوا والباميه شوكتني مع البهجه والفرحه والتفاؤل. موعد مع الغناء الحلو اللطيف الظريف، معاد مع عيله فنيه جدا زي ما شفتوا. الام يعني ست مدير عام في اكاديميه الفنون، وعندها بنتين موهوبين جدا في الغنى والتمثيل. نزلوا فيديوهات على السوشيال ميديا، قاعدين في البيت كده، فالام قاعده بالصدفه جدا ماسكه زي ما كانت ماسكه كده، ماسكه الطبق بتاع المطبخ وبتخبط عليه، وراحوا البنتين ردوا عليها بشكل عفو جدا جدا، راحوا حاطين الفيديو على اليوتيوب، عمل 5 مليون، كسروا الدنيا وحصلوا على ملايين المشاهدات. الاجمل من كده بقى ان هم ايه، بيغنوا باكتر من لغه، وبيغنوا في اي مكان، في البيت، في الشارع، في العربيه، كمان بيغنوا بلغات كتيره عرفت انا كمان. معانا بقى المدير العام وهي ايضا ممثله، والمطربه فاطمه علي وبناتها حبيبه وفرح. اهلا اهلا، نورتوني. شكرا لحضرتك. ايه بقى الحكايه؟ ايه الموضوع ده؟ ايه اللي يعني، اولا انتوا عاملين حاله بهجه، وواضح ان ماما يعني، ولا اكتشفتوها؟ لا لا، هي اللي طب هم اللي يحكوا ولا تحكي انت اللي حصل؟ هم يحكوا. طب احكوا لي ايه اللي حصل؟ عايز اشوف هم شايفين. عايز اعرف الموضوع ايه اللي حصل. لا هو احنا متعودين نغني في البيت، يعني انا اصلا ماما بتغني من زمان، احنا مولودين في المسرح يعتبر، وبابا ملحن في المسرح وكده، فاحنا متعودين ان في مزيكا وغنى دايما في البيت. فاحنا طول الوقت بنغني في البيت بشكل طبيعي جدا، يعني ان احنا الاربعه بنغني من غير توقف في البيت. فعجبتنا الاغنيه فقررنا ان احنا نصورها كده ونسجلها، واحنا كنا بالبيجامات وما تخيلناش انها هتعمل كده خالص يعني. يا كل بايش يا جطا، ايه فرحة على بنت نصا، سلم علي لما جبلني وسلم علي، يا سلام يا سلام سلم استاذه فاطمه. احكي لي بقى، انت اكتشفت ازاي في نفسك الموهبه بتاعت الصوت الجميل والغنى، وايه اللي حصل في الفيديو اللي عمل الرواج الشديد؟ سريعا، انا بغني من زمان لان والدي مقرئ وابن عمه الشيخ عبد الباسط، فهو جين حلاوه الصوت في العيله اوريدي يعني. بغني من زمان جدا وبمثل في الجامعه من ايام الجامعه بس، وعملت مسرح كتير وخدت جوائز في مصر وبره مصر، وعامله 32 عمل درامي. بس انا يمكن عشان شكلي بيتحول على الشاشه ما بيبقاش حد رابط ان انا اللي عامله الاختيار وكلبش وبنت الجبايل ووسط البلد والفرح فرح، انا عامله 32 مسلسل ما شاء الله، زائد ان انا مطربه بعمل يعني حاجات في الاوبرا وبغني في الاوبرا، وطبعا وبشتغل في اكاديميه الفنون مع دكتور غاده جباره رئيسه الاكاديميه. ايه اللي حصل طيب؟ ايه حكايه الفيديو؟ انا مخضوضه لان انا بقالي 25 سنه بشتغل مسرح وباخد جوائز ومحدش عارفها، فالسوشيال ميديا خضاني ومش فاهمه حاجه، لانه يعني ايه فيديو يعمل 22 مليون مشاهده على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب بطبق الغسيل. هو ده
لا ده الازرق بقى، ما هو الاخضر خد عين فجبنا الازرق عشان العين. الفيديو جه بالصدفه ولا كان مترتب؟ لا احنا هم لابسين بيجامات ولا شايفك قاعده طالعه من ولا في حاجه مترتبه خالص، ولا حتى الكوبليهات جت باي لك واحنا بنغني كده، حصل استدعاء. ده في كوبليه اتالف اساسا وماما اخر كوبليه ده الفته واحنا بنصور، ده مرتجل على الهوا وقتي. احنا بنات هنا وهنا وبنات الجيزه وربنا اجدع شنب ما يهزنا، ده انا ما اعرفش ارتجلته ازاي يعني، احنا ما سمعناهوش في حته قبل كده. بس الحقيقه المهم ان انتوا اوريدي فعلا موهوبين، يعني حضرتك موهوبه بتحبي الغنى وبتغني من زمان وبتمثلي 32 عمل. انت صوتك حلو انا عارف، مظبوط؟ طب عرفوني بنفسكم بقى، كل واحد يعرفني نفسه عشان اعرف بقى نعرف الناس كمان انتوا اساسا ايه. انا اصلا مطربه. مطربه. إيه بغني غنى بقى ودارسه سلطانه الطرب يعني. لا قصدي يعني ان انا مطربه مش مغنيه. وفرح انا ممثله يعني، انا بحب التمثيل وهو ده اللي انا مركزه فيه اكتر حاجه، ويعني بطبيعه الحال كلنا بقى ايه ورثنا موضوع الغنى ده، فانا برضو يعني بغني. فرح صوتك حلو قوي. ودانا موسيقيه. ماما كمان انا سمعت انها احيت حفلات قبل كده في مصر. ماما هي في مصر وبره مصر يعني. احنا عاملين انا مطربه رسميا، مطربه لدرجه انه في التمثيل في ناس بتقول لي انت مطربه بتمثلي ليه، وناس مقتنعه ان انا ممثله صوتها حلو، وناس مقتنعه ان انا مطربه بتعرف تمثل. ففي الحقيقه انا بغني وامثل يعني اختصارا يعني. طيب دلوقتي انا واضح ان معايا ثلاث مطربات يعني من الاخر. مظبوط. فانا عايز كل واحد يختار من حد تاني اغنيه يسمعها منه. اسمعك حاجه صعيدي ولا لازم طرب؟ يلا اللي انت. انا احب اسمعك طرب الاول عشان اشوف بقى صوتك وبعدين نسمعكوا بقى صعيدي. ماشي يعني. بقى حاجه رجعوني عني لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته نرارا قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري لا ده انت جميله جدا. طب احنا سمعناك والحقيقه انت بداتي كمان من يعني من الست يعني طبعا مرحله يعني. صعبه. تحبي تسمعي منهم ايه بقى هما الاثنين؟ هي بتقول بانو حلو قوي، هي بتقول حاجه، كل حاجه بتقولها حلو. يلا نسمع بانو بقى. بانو على اصلكوا بانو، وبانو على اصلكوا بانو، الساهي يبطل سهيانو، ولا غنى ولا فد ولا جنس غوي، وكتابنا يبان من عنوانو بانو. أيوة بانو على أصلكوا بانو على أصلكوا بانو.
جربنا الحلو المتعايق ابو دم خفيف وبقينا معاه اخوه شقايق فاكرينه شريك هتاريه مش كده على طول الخط رارا الطبع الراضي من جواه نطط هتاريه مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جواه نط خلاص بقى مهما انشل وانحط مفيش دمعة حب عشانه بانه ايوه بانه. الله، بتعرفوا تغنوا سبع لغات؟ سبعين. يعني فعلا مظبوط المعلومة دي؟ ايوه. ايه بتغنوا، ايه اللغات اللي بتغنوا بيها؟ بنغني انجلش واسباني وفرنساوي فرنساوي وهندي، يعني اي لغه بتعجبنا فيها احنا بنحب المزيكا. طب نسمع حاجه تركي. يلا. طيب قول يلا. بنجلس بلايا ترد بنا بنجل دم سنا اما انجل دي زمن قلبي بوس جيبي بندنو طيب ده تركي. نسمع الهندي بقى. قولي اريجا نامو مي وانا لا ممكن نقول توهي تو جنة ميري توهي ميرا جنو توهي تو منة ميري توهي روكا سكو توهي اكي اوكي چندت توهي بل بستت آري كتش نا جانومي بس ابنا هي جانو تجني رب دكتا هي آرامي كيا کرو تجني رب دكتا هي آرامي كيا کرو سجدے سر چکتا ہے یارا میں کیا کروں رب نے رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں. هايل. ده هندي برضه. ده هندي. ده هندي. ده هندي. والتاني تركي. ايوه. هايل. ايه اللي حابب الناس فيكم انتوا الثلاثه؟ انه يعني دايما كل الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بتبقى محضره ومجهزه وحاطه ميك اب وعامله، احنا ما عندناش بنطلع بالبيجامات بنطلع يعني في المطبخ واحنا بنتخانق بنطلع زي اللي زي اي حد ماسك التليفون وبيتفرج علينا بيحس ان هو بيتفرج على زيه يعني. على بيته يعني. اللي نجحنا ان احنا شبه الناس قوي، شبه البيوت. مش محضرين حاجه، مش بروفيشنال. الناس عايزه حاجه قريبه منها يعني. انا مثلا بغني غنوه لماجده الرومي وهي بتعمل ليبسينك عليها، ففجاه تغلط وتغني فاقول لها اخراس. حلو قوي، نجرب بقى. يلا يلا. انت تعبانه مش قادره تغني مظبوط يعني؟ اوكي هحاول. يلا انت بقى هتحركي بقك وماما هي اللي هتغني. تشيلي بقى كلوز على وشها كده. هنعمل يا جماعه دلوقتي خدعه بصريه. هي مش هتغني، هي بس هتعمل سينك ببقها وماما هي اللي هتغني. يلا جاهزه؟ ماشي. شوف 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 ترانا يا حبيبي شوف طلع فيه اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف شوف 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 ترارا يا حبيبي شوف طلع فيه اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف لا بدي تراضيني ترارارا ولا بدي. انت بتعملي ايه؟ بعملش حاجه. بتعملي ايه دلوقتي؟ بتاكل اساسا. دي بتاكل. لا اصل انا قلت لها في الفيديو انت بتعملي ايه؟ قالت لي بغني. قلت لها بتغني ليه؟ انا اللي بغني. قالت لي اغني. قلت لها لا ما تغنيش. قالت لي لا من حقي. قلت لها مش من حقك. فدي دخلت قالت لها انت لما انا اغني ما تغنيش. فيعني هي في الفيديو عندنا مشكله ان احنا اي حد بيفكر يغني الاثنين التانيين بيغنوا معاه. بتغني فلاحي كمان. بنغني فلاحي. بس انا في حته عايزه يعني الغنوه اللي في الفيديو ده الانجليش اللي غنيتي منها حته وهي دخلت لك عليها حلوه قوي يعني. يا ريت يقولوها لي. مش فاكراها خالص برضه. طب غني انت انجلش. I've heard that you settled down and you found the girl with you married now.
that your dreams came true. Did you give your thanks? I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? He like you to hold back or hide from the light. I had to turn on out of the blue. I'd invite him, but I couldn't stay away. I couldn't invite, and I hope to see my face. That should be reminded. That's for me. It isn't over. Never mind. I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Forgive me, I beg. I remember you say sometimes it lifts the love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lifts the love, sometimes it hurts instead. هايلة بتغني هايلة. عايزين بقى نسمع حاجة صعيدي وحاجة فلاحة زي ما قلتوا لي مع بعض انتوا الثلاثة. عيوني الطبق بقى طبعا طبعًا. العده بتاعت الشغل. قولي بقى فاجئينا. ويلي 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 من الايام يا شوق. ويلي 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 من الايام يا شوق. ما اقدرش انام في ليل يرضي مين يا شوق. ويلي 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 من الايام يا شوق. وعيوني بيبصوا لك بعت مراسل جولك. عيوني بيبصوا لك بعت مراسل جولك. وانت من يطولك ده انت العالي فوق. ويلي 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 بالايام يا شوق. عسلية 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 جلت عينه وعسلية. عسلية عسلية يلا عسلية جلت عينه وعسلية. دوسي على الجاجة ما سعدك سعد الخادم. 3000 تقول نعم واحنا الهوا بلعبو بلعبو بلعبو. احنا الهوا بلعبو. واضرب على طاري زي الحكيم البطاري. عروسة وتغنداري وقلت عينه عسلية عسلية. بتفكروا بقى تعملوا حاجة فنية مع بعض بقى غير السوشيال ميديا وغير الفيديوهات على اليوتيوب؟ نفسنا نفسنا بس مش عارفين نتجمع. ليه بقى ده انتوا التلاتة مع بعض سكر نبات. اقولك احنا التلاتة سكر نبات. احنا بنفكر لازم تفكروا تعملوا حاجة مع بعض. والله نفسنا. احنا ان شاء الله لا ان شاء الله برضو يعني حاجة ممكن يكون دمها خفيف ان كنتوا التلاتة ما شاء الله دمكم خفيف. مجهزين حاجة رمضان ألحان باباهم. باباهم ملحن يعني من الملحنين العباقرة بصراحة يعني. واحنا كلنا طالعين من كم الراجل ده يعني الحقيقه لانه هو الهادي اللي فينا يعني. عاملين حاجه حلوه رمضان كلمات الاستاذ صلاح جاهين الله يرحمه طبعا الشاعر الكبير والحان حاتم. ودي هتبقى مفاجاه ان شاء الله قبل رمضان ويمكن يمكن تستضيفنا تاني ونغنيها معاك في البرنامج نكون خلصناه في الاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله. انا سعيد جدا بيكم وانتوا نورتوني النهارده وبجد انتوا موهوبين جدا وانا شكرا. عرفت انتوا ليه نجحتوا لما شفتكم النهارده وقعدت معاكم. طبعا الاساس ماما وهي واضح ان هي يعني مركز الابداع بتاعكم. ايوه مظبوط. وانتوا قدرتوا تعملوا حاجه حلوه قوي. نختم بقى الانترفيو بايه؟ حاجه فلاحي؟ ماشي. نقول تقولوا ايه بقى فلاحي؟ نقول للقصب بقى. من سبل الغله. يلا. من سابة للغلة ما تجيب لنا يا حمام. من سابة للغلة ما تجيب لنا يا حمام. من سابة للغلة عروستنا حلوة جاوي. تستاهل اللمة يجعل قدمها لبن. عالسلفة والعمة ما تجيب لنا يا حمام. من سابة للغلة ما تجيب لنا يا حمام. ياللي عالترعى حود عالمالح. ياللي عالترعى حود عالمالح. ياللي عالترعى حود عالمالح. ياللي عالترعى حود عالمالح. بتوجعلي قوي من الطبق. فاطمة نورتيني حبيبة فرح بجد. سعيد جدا شفتكم. انا حبيت اقدم لكم النهارده في واحد من الناس الحقيقة ام وبناتها الاثنين التلاتة موهوبين متميزين
صحيح انطلقوا من سنين لكن اتعرفوا من السوشيال ميديا، لكن اتصور ان الاعمال اللي جايه كلها سواء اللي بتمثل او اللي بتغني كلهم موهوبين، واتصور ان هم هيكونوا ليهم شأن جميل في الحركه الفنيه في مصر. نورتوني جدا. احنا اصعب ميرسي يا دكتور عمرو. نورتوني.